خويا طقت عليكم الطقاقة بعد ما شكلتم الحكومة والمحافظة، هذا الراضي وذاك الزعلان، ليش هذا اللي سويتوه؟ يقولون عليكم انتم غيبتوا المكونات الأخرى بتشكيل حكومة كركوك، التركمانين زعلانين والسيادة زعلانين، أخواتكم غير تخبروهم اكو اجتماع اكو جلسة، يقول احنا ما ندري، قرأت البيانات، وين الحقيقة بهذا الموضوع أستاذ رعد؟ وانت يمكن قبل أسبوع جيت وياي وأنا أصريت أن تطلع اليوم حتى تقولون ولاية الكركوك شنو الحقيقة وشنو طلبتكم ويا ربعكم الباقين، ليش غيبت أخوتكم؟ شيء صحي أنت تعرف، وكل قرار اتخاذ قرار لازم يكون طرف راضي وطرف معارض. زين، حقيقة الدعوة موثقة وموجودة، كانت منشورة، احنا عندنا جروب مجلس المحافظة كل الأعضاء، وتم التبليغ من قبل مخول الإدارة الإدارية والمالية لمجلس المحافظة السيد علي حمادي لكل أعضاء المجلس بوجود جلسة يوم 10/8 في فندق الرشيد. ليش السيادة ملتزمين باتفاق أربيل لو لا؟ ملتزمين. استمعت لما قاله عضو مجلس محافظة كركوك رعد الصالح، يعني يبدو الجماعة قد ظلمتموهم كثيرا وقد ظلمهم الآخرين كثيرا، يقول لك احنا مبلغين بالجلسة وقايلين على موعد الجلسة ومكان الجلسة ولم نهمش أحد، وبعدين ما حصل هو جزء من ورقة اتفاق سياسي حضرتها كل المكونات في أربيل وبالتالي طبقنا ورقة اتفاق سياسي. بعد ليش هاي الضجة اللي صايرة تخوين وسوالف كبار وصاير الحد كسر العظم واليوم مظاهرات في كركوك؟ تعتقد هنالك من يبالغ أو مريد أن يشعل النار؟ قبل الجلسة تقريبا بثلاث ساعات نزل على جروب الحاج راكان أو رئيس التحالف العربي، بعث لنا برسالة أكد أن المجموعة العربية بأكملها قد أعطت تطمينات بأن المنصب أو خيار المجموعة العربية هو منصب المحافظ. زين. هذه في ليلة عقد الجلسة في فندق الرشيد. زين. هذا كان الكلام تقريبا المغرب بحدود الساعة 7-7:30. زين. بعد مرور ساعتين من الوقت الذي ذكرته، نعم، تفاجأ الجميع بعقد جلسة بعد مرور ساعتين، وما علمناه أن رئيس التحالف قال أنا ليس لي علم بهذه الجلسة وليس لي تبليغ بشكل رسمي بهذه الجلسة، وما أجري أنه يعني أنت رئيس التحالف تقصد السيد خميس الخنجر لو منه؟ التحالف العربي، نعم، هو تابع للسيد خميس الخنجر. نعم. طيب، الخنجر يقول لا علم لي بموعد الاجتماع، الآن عضو مجلس محافظة كركوك يقول بلغنا والمسؤول بالجروب ولكل أعضاء الجروب قد تم تبليغهم، أنا الآن أصدق أي رواية حتى نثبت الوقائع للتاريخ؟ منو الأصدق؟ والله يا أستاذ أنا أحكي لك اللي صار قدامي. أنا أستاذ رعد هو أخوي وصديقي، وما يعني ما أخون بروايته، قد يكون أنا ما سامع من الطرف، لكن أنا أحكي لك اللي سمعت أستاذ يا دكتور أحمد بالجروب مال الوقت، نحن كقناة واللي عرفته من قيادات التحالف العربي، نحن كقناة وأنا شخصيا أقف بالضد من التسويق الذي يؤدي إلى تفجير الأوضاع في كركوك، لذلك كل واحد أريد نحطين تبخده، هذا واحد. إذن القصة الثانية، هل السيادة حضروا الاتفاق السياسي مع السيد البارزاني بحضور التركمان والمكون العربي؟ حسب قول رئيس التحالف، العفو أستاذ نجم، حسب قول رئيس التحالف أبلغنا بأنه عدم علم رئيس التحالف بهذه الجلسة مطلقا، وعدم علمه بتبليغ رسمي كونه رئيس السن، هذا ما أعلمنا عنه. سيد رعد الصالح بإجابة سريعة، عفواً أستاذ دكتور أحمد، بإجابة سريعة مختصرة، السيادة بالمكون العربي الذي زرتم البرزاني كانوا حاضرين معكم واستمعوا إلى ورقة الاتفاق السياسي، نعم أم لا؟ طبعاً في أربيل. في أربيل، نعم أم لا؟ نعم، حاضرين الكل. دكتور أحمد،
السيادة كانوا حاضرين ومناقشين ويعرفون. سأل السيد الرئيس وين كان؟ ما يدري، مسافر في غفلة من أمره، غرر به. أستاذ نجيب،